الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عليه السلام أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة عليها السلام فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة عليها السلام ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة عليها السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام شهد الرونار. وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. صلواتي میں پڑھو جی میں گھرانا لے کے سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليه وعليه، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا كمرا مريلا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجركم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال اليمين إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب القابة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم لله وفرج الله هم إليه ولا مغموم لله وكشف الله هم إليه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. ختم پڑھو فاتحہ پڑھو. خوشنودی محمد وآل محمد الصلوات. تمام مرحومین کی بخشش واسطے صلوات اللہ علیہ وسلم. بالخصوص محمد حسین والد مرحوم کی بخشش واسطے اور ستمان دی مرحومین کی بخشش واسطے بلندتر صلوات و درود اللہ علیہ وسلم. جتنا مومنی مومنات مومنی دے بچے مریض تمام دی شفا یابی واسطے بالخصوص رائے کاشف اللہ دی شفا یابی تندرستی واسطے صلوات و درود اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب العالمين تجھے واسطہ اسماء ربيع الاول دی عظمت دا يا الله تجھے واسطہ اسماء ربيع الاول دی عظمت دا ہستی دی عظمت تجھے واسطہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دی امامت و ولایت دا یا اللہ تجھے واسطہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت نبوت و رسالت یا اللہ تجھے واسطہ مظلوم کربلا مولا حسین علیہ السلام دی عظمت و شہادت دا یا اللہ تجھے واسطہ آپ دی ذات عظیم دی رحمت و قدرت دا مہربان اللہ وسطہ چہر دا معصومین علیہ السلام یہ ذکر پاک نظر نیاز خاج خرجہ اپنی بارگاہ عظیم دے وچ قبول و مسجد فرما جتنا مومنین نے اس ذکر پاک حصہ ملا ہے تمام کو اجر عظیم عطا فرما تمام نیک حاجات قبول فرما بالخصوص مدد بھی دے جتنا نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ عظیم وچ قبول و مسجد فرما اپنے بچے نال آباد و سلامت فرما سوائے غم حسین دنیا دے ہر غم تو دکھ تو تکلیف تو مصیبت تو محفوظ فرما یا رب العالمین وسطہ چہر دا معصومی رزق حلال کثیر عطا فرما مہربان اللہ جتنا مومنین مومنات مومنین دے بچے مریض ہیں پاک اللہ آلی محمد صدقہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما بالخصوص رائے کاشف علی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ حاضرین مومنین دے قلوب اندر جتنا نیک حاجات ہیں تمام اپنے عظیم بارگاہ قبول پاک اللہ آخری صورتاں ثواب سورۃ الفاتحہ سورۃ توحید ثواب صلوات دا ثواب نظر نیاز ثواب پکے تمام دا ثواب اپنے عظیم بارگاہ قبول کر کے مولا حسین و صحاب حسین دی بارگاہ ہدیہ ثواب یا اللہ اپنی رحمت واسطے صدقہ علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت صدقہ اس ثواب کو زیادہ کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استم تک جتنا مومنین مومنات مومنین دے بچے ٹر گئے تمام دی روحیں کو ثواب احسان فرما حاضرین مومنین سے تمام دے جتنا رشتہ دار ٹر گئے تمام دے روحیں کو ثواب احسان فرما بالخصوص برہم سید خادم حسین ارشاد کو ثواب احسان فرما وہی بدن دے جتنا رشتہ دار ٹر گئے تمام دے روحیں کو ثواب احسان فرما پروردگار بالخصوص اس ثواب اپنے اولیاء اور شہید بادشاہ دی بارگاہ ثواب احسان فرما یا اللہ تمام مرحومین دی بخشش فرما صغیرہ و کبیرہ گناہان معاف فرما محمد و آل محمد شفاعت نصیب فرما محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دے سید جنت الفردوس عطا فرما سید و سردار مولا و آقا مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور تاجیل فرما یا اللہ اس تمام کو مولا امام زمانہ دا نوکر غلام انصار امامت شامل کرن توفیق عطا فرما یا اللہ حکومت امام واسطے کوشش کرن توفیق عطا فرما یا اللہ سب کو ایسا بن دی توفیق عطا فرما کہ امام زمانہ سب گناہگار راضی و خوشنود ہوئے یا اللہ سب گناہگار دعائیں اپنی بارگاہ عظیم دے وچ قبول و مستجاب فرما ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين دعائي دي قبوليت واسطے باواز بلند صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم